بما ان مايكروسوفت دايما بتخسر معركة المنصات قدام سوني، فهي قررت تاخد المنافسة في اتجاه تاني خالص سوني ما تقدرش توصل لهم فيه، لان سوني شاطرة جدا في الماركتنج وفي اتفاقيات الالعاب مع المطورين، لكن مايكروسوفت شاطرة جدا في السوفت وير ويقدروا يعملوا انظمة معقدة جدا تضم اكس بوكس جديد واكس بوكس قديم وبي سي كمان في نفس الوقت. دي حاجة سوني بعيدة عنها شوية، لانها مثلا بلايستيشن 4 مش بيشغل العاب بلايستيشن 3، لكن اكس بوكس 1 بيقدر يشغل كل العاب اكس بوكس القديمة بتاعت اكس بوكس 360، وكمان السنة اللي فاتت حصرياتهم بدأت تكون متاحة على بي سي في ستور ويندوز 10، بالإضافة ان نظام الاكس بوكس بقى موجود كمان على الويندوز، وممكن تضيف صحابك على الاكس بوكس وتشتري العاب الاكس بوكس من على البي سي عادي جدا. فلو قدروا يعملوا نظام كامل متكامل هيوسعوا دائرة مستخدمينهم بشكل كبير، بالاخص لو عملوا عروض كويسة. مايكروسوفت بتقدم لمستخدمي اكس بوكس خدمه اكس بوكس لايف جولد، وهي بالظبط زي بلاي ستيشن بلس، بتخليك تلعب اونلاين، بتديلك شويه العاب لمده شهر تلعبها بشكل مجاني. مايكروسوفت عندها خدمه تانية بتميزها وهي جيم باس، ودي اتكلمنا عنها بتفصيل في الفيديو اللي فات، اللينك تحت في الديسكربشن. المهم ان الخدمه دي ممتازه لانها ب $10 في الشهر، وبتاخد اكسس لمجموعه العاب تلعبهم براحتك من غير ما تشتري منهم اي لعبه. المهم يعني ان الخدمتين دولت مايكروسوفت ناويه تدمجهم مع بعض في خدمه واحده بس اسمها اكس بوكس جيم باس التيميت، وهيكون سعرها حوالي $15، يعني ارخص من الاثنين مجموعين على بعض. هتوفر حوالي $5 مثلا انت بتشترك في خدمتين مع بعض. طبعا ده ممتاز جدا بالنسبه لمستخدمي اكس بوكس بالاخص، بس مستخدمين بلاي ستيشن او مستخدمين بي سي هيفرق معاهم الكلام ده في ايه؟ عشان اكون صريح معاك، مش هيفرق في اي حاجه خالص. تقديم خدمات اكتر لمستخدمي اكس بوكس مش هيجيب مستخدمين جداد للاكس بوكس، بس زي ما قلنا مايكروسوفت قدامها فرصه توسع دائره مستخدمين اكس بوكس بعيدا عن المنصه نفسها، وهي تحويل اكس بوكس لخدمه مش لمنصه تشتريها. مايكروسوفت بتركز على الخدمات بشكل كبير جدا، وانها تكبر خدماتها في وقت ستيم بيقع فيه، وبتظهر ستورز جديده زي الديسكورد وايبك جيمز ستور، وبيظهروا بعنف شديد جدا، وده موضوع تاني اتكلمنا عنه في صراع المتاجر، اللينك تحت في الديسكربشن برضو. ده غير ان الجيمنج كمان بقى يكبر جدا، وبقى فيه اماكن اكبر للمنافسه، والسوق بقى يستحمل اكتر من ستور، بغض النظر عن الاضرار اللي من ورا الموضوع ده، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. فخدمه اكس بوكس جيم باس حاليا موجوده على ستور ويندوز 10، وممكن تشترك فيها، بس للاسف الالعاب اللي فيها مش كلها متاحه على بي سي، لكن كلها متاحه على الاكس بوكس. لكن ظهور الخدمه على ستور ويندوز 10 معناه انها هتكون موجوده على بي سي بشكل كامل قريب ان شاء الله. جيم باس فيه العاب من ناشرين تانيين غير مايكروسوفت نفسهم، وده احتمال يخليها احسن خدمه العاب على البي سي لو اتعملت بشكل كويس وقدروا فعلا يجيبوا العاب كتير من ناشرين مختلفين. اكس بوكس لو اتحولت لخدمه هتبقى حاجه قويه جدا في صالح مايكروسوفت، وكمان في صالح كل ناشرين العاب تقريبا. تخيل معايا كده اكس بوكس تكون خدمه شهريه تدفع مثلا فيها $15 أو $20 في الشهر، تقدر تلعب كل الالعاب اللي فيه من غير ما تشتري اي لعبه منهم على اي منصه، اذا كانت مثلا منصه اكس بوكس نفسها او بي سي او حتى في يوم من الايام على بلاي ستيشن او حتى كمان نينتندو او حتى برضو على الموبايل. وغير كده كمان يكون في منها جزء كلاود عشان لو ما عندكش اي منصه العاب لكن عندك انترنت كويس. ده مستحيل نشوفه قريب، لكنه مش مستحيل خالص لو جيم باس قدر يضم العاب كتير من ناشرين اقوياء او على الاقل التايتلز الكبيره التريبل اي تكون موجوده عليه ويدعم البي سي. ودي اهم نقطه، لان البي سي ما فيش عليه خدمه العاب قويه او كويسه للجيمرز يشتركوا فيها. اكس بوكس جيم باس في جزء اسمه اكس بوكس بلاي اني وير، لكنه صغير جدا ما فيهوش العاب كتير، بس منهم لعبه زي فورزا هورايزن وبري 2، لكن على الاقل كلهم متاحين على المنصات بتاعتهم منهم ويندوز 10 حتى على البي سي. فلو الجزء ده في خدمة جيم باس كبر وبقى يضم كل الألعاب الخاصة بمايكروسوفت والأخص كمان الألعاب الخاصة بالناشرين التانيين، ويكون متاح على كل منصاتهم وعلى بي سي كمان، ويبدأ يدعم المستقلين مثلا بحيث تكون جيم باس مكان للاعبين يجربوا الألعاب وهي تحت التطوير بتاعت المستقلين، ساعتها اكس بوكس هتتحول لحاجة زي ستيم في أبهى عصوره لكن كخدمة مش كمتجر. لكن لازم الأول يبدأوا يصلحوا ويندوز 10 ستور بتاعهم. ستور مايكروسوفت على ويندوز 10 فيه مشاكل كتير، بالاخص وقت الداونلود لو حجم اللعبه كبير بنسبه كبيره جدا الداونلود بيعيد نفسه من الاول خالص، فلازم الستور الاول يتصلح وتشال منه العاب الموبايل اللي ملهاش اي لازمه خالص. لو دخلت على صفحه اي لعبه على الستور هتلاقي ان فيها تفاصيل ومميزات اكس بوكس لايف، وده معناه ان مايكروسوفت فعلا بتخلي خدماتها كلها تكون شغاله على كل المنصات منهم البي سي، وفي يوم من الايام هتكون خدمه متكامله لكل المنصات مش اكس بوكس وبي سي بس، بالعكس ممكن تضم منصات ثانيه كمان، او ممكن تفشل بسبب سوء التنفيذ مثلا او ضعف التخطيط او منافسه شديده جدا من الشركات التانيه. فشاركونا في الكومنتات تحت مايكروسوفت ممكن تعمل ايه عشان تدخل في صراعات المتاجر الموجوده حاليا وحاجه السوق لخدمات لسه مش موجوده لحد دلوقتي، فهل هيقدروا يقدموا الخدمات اللي الجيمرز فعلا محتاجينها، ولا هتقدر تخلي اكس بوكس حل متكامل لدرجه ان كل الشركات تدخل فيه حتى سوني نفسها؟ شاركونا بافكاركم كلها في الكومنتات، واحسن كومنت هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لما بقى في فيديو خدمات الالعاب MKY 73 قال لنا
اتمنى ان كثرة خدمات كلاود الالعاب مستقبلا ما يكون معناه غلاء الالعاب سواء النسخ الفيزيائية او النسخ الديجيتال. بص هو الموضوع بالعكس خالص، خدمات الالعاب اذا كانت كلاود او بندلز هدفها هو العكس تماما، وهو تقليل مصاريف الجيمرز اللي بيشتروا جيمز باستمرار، لكن الجيمز مش هتكون ملكك، يعني كانك مؤجر اللعبة بالظبط، لكن مع الخدمات دي كانك مؤجر كل الالعاب تلعب منهم اللي انت عايزه لحد ما اشتراكك يخلص. فالجيمرز اللي بيشتروا جيمز على طول ده هيكون ارخص لهم بكتير، ولكن اللي عايز يشتري الالعاب هيشتريها عادي وده مش هيأثر على سعرها. واحنا كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وانت جديد في القناه وامر شوفنا يا ريت تشوفنا تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.